انا ما حد له شغل فيني، وخاصة هذا. وقول لي حق هذا ما له شغل فيني ولا يكلمني ولا كلمة. هذا حرام عليك، هذا أبوك اللي تعب عليك. بس 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 سليمان تعال. ايش تبي؟ أريك بموضوع. خلصنا ايش عندك؟ كلمني باحترام لما أكلمك، أنا أبوك. ما راح أكلمك. أنا بعد تستني. أنا لك تحترم نفسك وتسمع كلام أبوك. أنا ريال، ما ريال. الريال يقول حق أبوه نعم، ما يطول ثاني على أبوه. أنا بعد تستني فيني. شو شفت؟ ما أبوك أنا، ما أبوك. احترم نفسك. هذا اللي يعلمك، هذا اللي يدرسك بالمدارس. أنت أخذني حاجتي، وما لك شغل، ضربك عليه وما لك شويه. أوف. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يبا هلا بالغالي، صبحك الله بالخير. ايش عندك نايم هني؟ يبا ممكن سؤال؟ تفضل ولدي. انا عمري قصرت معاك بشيء انت امي او عصيتكم بشيء؟ لا بالعكس بالعكس يا ولدي، انا رافع راسي فيك. صدق يبا؟ ايه يا ولدي. ايش فيك؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما